مشروع الدبيسات اللي أزوره اليوم في حي البحيرة العزيزية في الخبر. هذا جانب المشروع، لكن في العرض الجانب الآخر راح نشوف الآن ونتعرف على المواصفات والضمانات. وصلنا في العرض دبلوكس متصل، مساحة 300 متر وسطح البناء 388 متر. تصميم فيلا جميل. هنا عندنا الحوش والصرف الصحي تكرمه المواصل ومشبوك، عندنا غرفة ساق، وعندنا هنا الخزانات الأرضية. حجم الخزانات في الفيلا 8000 لتر. شوف الإضاءة هنا في الدرج مركبينها. ندخل الآن نشوف الفيلا من داخل وكيف التقسيم وكيف المواصفات. هنا عندنا الله يعطيكم العافية المجلس على اليمين، مع المجلس عندنا هنا المغاسل تكرمون دورة المياه. ومن المجلس ندخل على الفيلا من داخل. الفيلا اللي يميزها من مميزات الفيلا المساحة الكبيرة للصالة. هذه الصالة فيها درجتين، هناك باب يودي على الحوش الجانبي، هنا الدرج يطلع على فوق، هناك وحدة التحكم في الكاميرات، كاميرات المراقبة. ومن الصالة هنا عندنا على اليسار هنا مجلس النساء مع تكرم دورة مياه. هنا عندنا مطبخين ومستودع. مدخل مجلس النساء، هنا دورة المياه، هذا مجلس النساء. مع مدخل المطابخ هنا على اليمين في المستودع، استفدوا من أي شيء تحتاجونه. وهنا المطبخ مساحته مناسبة بالإضافة للمطبخ الخارجي. له باب على الحوش من هناك، وباب يعني بعد له باب ثاني. هذه المساحة بعد تستفدوا منها. الآن شفنا الفيلا في الدور الأرضي، هنا المجلس والصالة، وشفنا مجلس النساء، شفنا المطبخين والمستودع، وشفنا الحوش. الآن نطلع للدور الثاني نشوف غرف النوم. الفيلا عليها ضمانات راح أتكلم عنها بعد ما ننتهي من تصوير الفيلا. هنا الدور الثاني فيها صالة، وفي هناك الغرفة الرئيسية، وفي ثلاث غرف نوم على يميني الآن بنشوفها. نبدأ بالصالة والغرفة الرئيسية. الصالة اللي في الدور الثاني تستفيدوا منها كجلسة، بعضهم يحط تلفزيون يكون جلسته، يعني خاصة المساء تكون هنا. اللي يحب ينام بدري يروح غرفته من قريب. هنا عندنا غرف النوم على اليمين، وهنا عندنا الغرفة الرئيسية على يسار الصالة. ما شاء الله تبارك الله، يعني الفيلا مثل ما شفتوا تصميم هادئ ناعم. هذه غرفة النوم الرئيسية، وفي معها تكون دورة المياه، غرفة هنا أو مكان الملابس اللي تحطون فيه الدواليب. نجي قسم غرف النوم. هنا في ثلاث غرف نوم، واحدة ماستر معها تكرم دورة مياه، وغرفتين نوم بينهم دورة مياه مشترك. هذه الغرفة الماستر اللي فيها دورة مياه معها. وهنا غرفتين نوم بينهم دورة مياه مشتركة. هذه غرفة دورة مياه، هنا غرفة. شفنا غرف النوم، صالة المعيشة. نطلع الآن نشوف الملحق. في غرفة خادمة وغرفة غسيل ومساحة السطح تقدرون تستفيدون منها. السخان المركزي للفيلا، هنا باب السطح. هنا عندنا مكان الغسيل، في مساحة مش ضيقة، مساحة واسعة للغسيل. هنا غرفة الخادمة. غرفة الخادمة على حرف L. شوف الساعة، هذه غرفة الخادمة مع تكرم دورة المياه.
هنا السطح في خزنين فوق هنا معهم نظام التبريد. بالنسبة للسبلت التسليك جداري بحيث ما يأخذ مساحة من السطح، وهذا شيء جدا ممتاز صراحة في الفيلا عشان تستفيدون بعد من الجهة الأخرى. يعني هنا المكيفات جهة واحدة، باقي السطح مساحة تستفيدون منها. لو تلاحظون بعد بعض الفلل حصل مكيفين ومكيفين ومكيفين، فراحت مساحة السطح ما حد استفاد منها. هذه هنيهم عليها، يعني حريصين على النقطة هذه. الطبلون من الفنار، الأسلاك من شركة الرياض، عندنا الأفياش هذه من شركة بيناسونيك. السباكة في الفلة سباكة حرارية، والأدوات الصحية كلها قروهي. الفلة تنفيذ وتطوير شركة منفذون الاستثمار العقاري، وشركة غنية عن التعريف، لهم خبرة في السوق 23 سنة، أكثر أهل الخبر الدمام يعرفونهم. المسوق أنتيليا العقارية. كل التفاصيل ومواصفات والضمانات وأرقام التواصل بحطها لكم في بوستات في السناب الجاية اللي حاب يتواصل معهم ويجي يشوف الفلة بنفسه. أنا بسمع كلمة ختمية من الأستاذ علي السعود مدير أنتيليا العقارية. حياكم الله متابعين سناب الشرقية. أنتيليا العقارية تقدم لك ثلاث خدمات إن شاء الله بإذن الله تنال على إعجابكم. أول شيء بيكون السعر محدود لفترة ما بعد إعلان لمدة أسبوعين، راح ننزل لكم بوست الأسعار. أيضا راح نقدم لكم الخدمة الحصول على أفضل عرض تمويلي مع المقارنة بين الجهات التمويلية، متابعة حالة الطلب بعد التقدم للجهات التمويلية. أيضا راح نقدم لكم خدمة المستشار العقاري عن طريق سناب شات. الله يحييكم متابعين سناب الشرقية. يعطيك العافية. يعطيك العافية. البوستات في سناب الجاي. سناب الشرقية مع سعد الدوسري.